مشاهدينا أبدأ مباشرة مع ضيفي هنا بالاستوديو الأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والباحث السياسي التركي. مرة أخرى أهلا بك. السؤال: ما هي دلالات معارضة مجلس الشيوخ لقرار ترامب بشأن سوريا؟ يعني أتوقع أن في عدة أمور في هذه المعارضة حقيقة. يعني الأولى أنا برأيي هي مسألة داخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون ربما ما يسمى مناكفات سياسية، وخصوصا ربما أن مجلس الشيوخ أصبح في يد الديمقراطيين وليس الجمهوريين. النقطة الثانية، ربما هناك قراءات مختلفة في القيادات العسكرية نفسها الأمريكية، التي بعضها يرى أن الانسحاب غير وارد، وبعضها يرى أن الانسحاب لم يحقق تكلفته المادية حتى الآن، وبعضهم قد يتماشى مع الرئيس ترامب في هذا السياق، وإن كان ربما الرئيس ترامب لديه نظرية أخرى قد تفرض نفسها حقيقة وليس مستبعدا هذا الشيء. أيضا النقطة الثانية، هناك في المجلس هناك قراءات مختلفة من الناحية السياسات الخارجية. هناك من يقرأ على أن مثلا لا يجب أن نكون مثلا بعض السيناتورات الذين زاروا تركيا يرفضون أن يكون الخصم تركيا، يعتبرون أن وحدات حماية الشعب مثلا هذا فصيل لا يمكن مقارنته مع تركيا، وأن تغضب تركيا مقابل فصيل مسلح. نفس الشيء قراءاتهم مختلفة مع دول أخرى ليس فقط تركيا حسب المصالح التي يرونها. لذلك سنجد أن هناك قراءات سياسية داخلا في هذا الموضوع حول الأمور العسكرية، تحديدا في تواجد القوات الأمريكية في العراق، في أفغانستان، ربما كان ذلك قبلا في الصومال، وبعد ذلك التدخل التركي ربما هو الذي أنقذ الولايات المتحدة الأمريكية من الصومال، كما نفس الشيء في البلقان وما حصل أيضا من التدخل التركي. يعني سنجد أن هناك كثير من الأمور إذا ربطناها مع تركيا، أن هناك ربما طوق النجاة كان يأتي دائما عبر تركيا في كثير من الأزمات العسكرية. ولكن الحقيقة أنا أرى أن ربما هي بداية لأزمة داخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية ليس أكثر. حتى وإن كان مجلس الشيوخ يمثل أغلبية جمهورية، من المفترض أن تتفق مع ترامب ولا تعارضه. القراءات كما قلت لك، هناك في نفس الحزب قراءات مختلفة. يعني سيد إبراهام كان موجود هنا، هو سيناتور أمريكي، قال له تصريحات قوية جدا لا تعكس القراءة التي يراها. أتحدث عن ليندزي جراهام بالتحديد. نعم، عندما زار في تركيا. لذلك أعتقد أن هذه القراءات هي التي تأخذ بعين الاعتبار في تلك المقاعد للمجلس الشيوخ. ولكن أظن أن مناكفات سياسية واردة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا نكون متعاطفين مع أحد، هذه شفافية. أعتقد هم لديهم هذه القضية مناكفات سياسية أكثر منها من أمور أخرى. ولكن في النهاية يعني أنت تستبعد أن تكون بوابة خلفية لتراجع ترامب عن هذا القرار، تراجعه عن الانسحاب؟ نعم، لا بحجة أن مجلس الشيوخ رفض أو قدم ذلك. مشروع أكبر من ذلك كما هو الواقع بالتحديد. لا أعتقد ذلك. يعني في خطاب أخير للرئيس أردوغان قال أنا لاحظت الجدية في كلام ترامب، هو يريد الانسحاب فعلا لأنه يهتم للانتخابات القادمة أظن بالنسبة له، ولكن هو يريد شيء آخر، هو أن تبقى النفوذ التركي أو أن يبقى النفوذ التركي لكن دون جنود أمريكيين. وربما حوادث الأخيرة التي حصلت في ضرب بعض الجنود والعملية التي حصلت أخيرا والتي راح ضحيتها عدة جنود أمريكان، طيب، ربما اللي ضغط عليه أكثر في هذا السياق. ولكن أتوقع أنه يريد أن ينسحب.